السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، هل الطقس لصبيحه هذا الثلاثاء ان شاء الله. عموما الحال الشباب على معظم المناطق تاع بلادنا باستثناء احتمال تشكيل بعض الخلايا الراضيه خاصه على الولايات اقصى شمال شرق الجزائريه طارف عنابه جلمة وكذلك سوقها راسي احتمال على كل حال بينما الرياح تبدا تكون شويه في الصحراء الوسطى تؤدي الى تطور الرمال ضعيفه هذه مع الصباح نشوفوا الوضعيه كيفاش راح تكون خلال الظاهره ان شاء الله النشاط الرعدي تاع الهضاب العليا خاصه جبال الاوراس والهضاب العليا الوسطى كولايه شمال ولايه الغواط والجلفه وتيارت والبرج والصيف رعود كذلك رعود موسميه على اقصى الجنوب خاصه عند الزم وبرج بج المختار كذلك سحب كثيفه تقدر تكون متبوعه ببعض الرعود على جبال الطاسيلي والرياح اللي راهي في الموسم قويه على الصحراء الوسطى على الواحد تؤدي الى تطور الرمال ورؤيه ضعيفه دوك نجوزو لدرجة الحرارة 4 الصباح إن شاء الله 24 إلى 25 درجة على منطقة الهوغار والتصيلي 31 درجة في منطقة غار جبيلة حاسي منير حاسي خبي ومدينة تندوف بشار 25 درجة هي ولقلا حاسي مسعود حاسي بركين وروض النص منطقة العاصمة 22 كذلك ديبازا بومرداس بجاية مستخانم 23 بوهران بن إصاف 22 بعنا حلب او وجيجل وطارف بينما على منطقه جانا 24 35 بالصحراء الوسطى و32 بعين قزام خلال الظهيره ان شاء الله درجه الحراره شو في المعدل الفصلي نقدر نقولوا على المناطق الشماليه لانها تكون ما بين 24 من الهضاب العليا الى 30 درجه بتلمسان مرون ب 26 بالعاصمه 25 بوهران وقسمطينه وام البواقي 24 بمنطقه عنابه 40 بجنات 130 متر مراسات 41 بيتين دوفوا 46 درجه على ولايه برج باجي مختار وايضا ولايه عين قزه من جزر الملاحه والصيد البحري المواجه دائما تموجات على السواحل الوسطى الرياح ما بين 15 20 كم الساعة القوه تاعها الاتجاه تاع الرياح شماليه شرقيه والرؤيه ان شاء الله من 4 الى 8 تاميه البحريه معلومات فلكيه كالعاده للعاصمه وضواحيها لدى الثلاثة 28 ماي -20 2024 ربي يدوم قصتكم مع برامج شروق